الجزائرية تعرفنا بطبيعة الحال مع بلعي رايس الحسن حشود مجاني بوزيد مصبع قديورة فغولي بودبوز جبور وسوداني. هذه التشكيلة الأساسية التي اختارها المدرب الذي تشاهدون على الصورة علي لوزيج. إذا مباراة كنا نصيبه ثاني حلول على الأروي مصبع أيضا بإمكانه أن يفعل نفس الشيء على الجهة اليسرى مثل ما يفعله مع نادي ميلون أسي. الحسن الآن طويل هذه الكرة أمامية ما فيش وداع تسجيل جبور ضربة جزاء ضربة جزاء لا 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 أنا جبور مصطفى لا أدري كان بإمكانه أن يواصل اللعب بقى واقف يستنى من الحكم أنه يعلن ضربة جزاء. سنعود إلى هذه النقطة يا مصطفى للتحليل بعد هذه الانطلاقة من رياض بودبوز ولكن عذرا سنشاهد الإعادة من دون شكل بعد لحظات من زميلنا سامي كشرود. كان بإمكانه هاي الإعادة فعلا في لمس باليد في لمس باليد في ضربة جزاء ولكن كمهاجم هذا ما يمنعوش أن الكرة أمامه يواصل نعم كان يواصل اللقطة تاعه كان ممكن يسجلها. يا رفيق يا جبور أنت بحاجة لأن تسجل وتضع حدا لعقب هجومي في مباراتنا في مبارياتك الرسمية دام إلى حد الآن 655 دقيقة ضيف إلى ذلك 10 دقائق 665 دقيقة أخرى. هاي كرة خطيرة وكرة أخرى لرياض بودبوز. رياض ستكون عالية داخلة وفوق العارضة الأفقية تسيرا يقول أو بالأحرى قال لمقربي لو يعني أتمكن من استخراج 90% من إمكانياتهم بعد هذه الكرة كرة سوداني مثل عن الثغرات هاي الإعادة مقروها من تمريرة من فغولي. شوف ثنائية ممتازة بين رياض بودبوز اللي فغولي كما قلت بالمليمتر بالمسطرة يوضعها في قدم سوداني اللي خلى الكرة تضرب في قدمي ولكن لم تكن مصوبة كما ينبغي. تأتي الركن يا عالية والحارس يتدخل لإخراجها بزيد كديورة طويلة للسوداني سوداني يراوغ يامور سوداني عنده المساحة سوداني واصل يوزع أرضية بين أحضان الحارس سندولي جون كلود. ممتازة المحاولة من سوداني حتى لا تدخل الثقة في نفسية حرس المنتخب أروانتي وانطلق سفيان فخوني التمريره مصطفى شوف التمريره كانت رائعه كذلك كانت رائعه تاع بودبوز وغلطه بين يعني بين الحارس والمدافع والكره يعني تضرب في الظهر وما التحقش بها في الحظ ولكن في الحيله مصطفى شوف نعم. كيفاش رمى روحه وغطى الكره هنا الذكاء هنا قيمه اللعب المحترف في المستوى العالي فيه ثقه يعني عنده ثقه كبيره وعنده حتى ذكاء في اللعب هذا من يعني من ذكاء تاع كل لاعب انه يعرف كيفاش يستغل يعني تمريره من عند الحارس او هذا هو الدواء عنه ولكنه بعد لحظات فقط هنزج لانه يريد المزيد من الاهداف ربما ما اراها علي لوزيتش اكثر والتفاهم اللي شفناه بين فيغولي وبودبوز وطبيعته هكذا يعني المدرب لا فيه مدرب لا كريم فيه مدربين يعني عندهم طبيعه هكذا يعني بعد هذه الكره والانطلاقه من حشود في اول توزيع من
والتمريره بهدوء بثقه وضع فوق راسه داني وقال له سجل ببساطه. ولا تتذكر كريم قلنا ان الجهه اليمنى للفريق الجزائري والجهه اليسرى للفريق الرواندي قلنا راه يعني فيه تم يعني اللي راهي الثغره، والان عرفت حشود يعني بتوزيعه رائعه حطها فوق راس مصطفى. لا يهم لا الثغره ولا هم يحزنون، تهم هذه اللوحه الفنيه. جميله جميله جدا، لوحه فنيه في منتهى الجمال. شوف اعلى مستوى، اعلى مستوى بلاعبين من خريج البطوله الوطنيه، حشود يوضعها بالكره مقوسه يعني مقوسه يعني دائريه وراسيه محكمه لسوداني، هدف حقيقه جميل جدا. بالعاميه وضعها فوق راسه وقال له سجل وافرح وخلي الجمهور الجزائري يفرح. لا هكذا طلب بالكره، ما قعدش ما كانش قاعد يعني وجاته الكره، طلب الكره وعرف هكذا بفارق الاهداف. لكن حذاري 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 من الانطلاقات، حذاري من الهفوات، يجب العوده بسرعه. بولحي يخرج يغلق الزاويه كما ينبغي، اول تصدي لبولحي بثقه كبيره. التساؤل ممنوع. لا وخاصه في محور الدفاع يعني غلطات كما هذه لا لابد ان تفادوها، لان ممكن يعني المباشر. وهذا هو حشود بالتركيز بثقه، موهبه جزائريه، ابن العطاف ايش قوه ما ينال اعجابي اكثر في حشود انه مر بفتره فراغ رهيبه مع المولوديه، لم يجد الفرصه في المولوديه، لعب في البرج من دون ان ينال القاب، ولكن لما وجدت الظروف مواتيه في الصيف انفجر، واليوم ينفجر مع المنتخب الجزائري. الوقت بدل الظاهر انتهى، والحكم يعلن نهايه الشوط الاول بتفوق المنتخب الجزائري دون اطاله. بعد الفاصل نلقاكم زميلنا سامي نور الدين في استوديو تحليلي، نلقاكم ان شاء الله في الشوط الثاني. عودة إذا مجددا جمهور الرياضي الكريم إلى ملعب مصطفى شاكر بالبليدة لنعيش سويا أطوار المرحلة الثانية من واحدة من مباريات منتخبنا الوطني المميزة في هذه الكبيرة في دفاع المنتخب الجزائري لإخراج الكرة والانطلاق في بناء الهجمة. حتى ربما أشعر بأن اللاعبين يثير ايضا مجهوداتهم وطاقتهم، لانه في تنقل الى باماكو الى واغادوغو او عبد الاحرى الى واغادوغو لمواجهه المنتخب البوركينابي. يتوقع ربما لادري مصطفى في الشوط الثاني راح يهاجموا، ولكن بتسيير نموذجي للجانب البدني. لا ما اعتقدش هذا، نظن لان هو المدرب عنده يملك كل يعني القدرات باش يغير اي لاعب يكون يعني عنده حلول. الى نعم عنده الحلول، ولذا نظن رايحين يكملوا في نفس الطريقه تاعي. هيا ان شاء الله شوفوا، نتاكد من هذا الكلام في قادم الدقائق. والتوزيع ارضيه، الخطوره موجوده، والحارس دولي جون كلود يتمكن من التقاط هذه الكره وانطلاقه لفتح المنتخب الرواندي. الكره لا تبقى اكثر من دقيقه بين اقدام العناصر الروانديه، لانه فيها ضغط رهيب من عناصر المنتخب الجزائري. الاسترجاع وبناء اللعب كالعاده من جاتيورا في الوسط امام رياض بوتبوز، يفضل حشود الذي يسعد. حشود لاعب شباب بل وازداد، وهجوم 100% محلي مميز. سليماني عنده امكانيات، سليماني وسوداني. منتخب رواندا سيخرج او سيدخل لاعب كامانا بوكوتا ورقم 10، ويترك مكانه للاعب كاراكيزي رقم 11. بالنسبه للمنتخب الوطني سيدخل خالد المشيه، بعد قليل ساقول لك في مكان ما، ربما في مكان الاحسن او كديورا، هذا هو المنطق. ما كنتش في مكان ممكن حتى بودبوز ممكن يعطيه له باش يستراح شويه، ممكن يكون ذلك مصطفى في مكان بودبوز بالفعل. يلا المنطق واصحاب الخبره يتفوق على المول. مش محطوطين. يا سليماني لو سجلت هذا الهدف، يا سليماني لو سجلت هذا الهدف لكنت ولتحررت، وكم كانت التمريره رائعه من رياض بوتبوز. رياض يقدم الهدايا، رياض يقدم كرات من ذهب ومن فضه.
عملية الإحماء مباشرة ما بين الشوطين ليبقوا طوال مدة الشوط الثاني. هل هذه طريقة لتحفيز اللاعبين داخل الملعب أم طريقة لتحفيز اللاعبين البدلاء؟ في ما بين الشوطين كان المحضر البدني سيرير موان عذرا يا يوسف خلينا نسكته قليلا نستمع لكيفية تفاعل جمهور الجزائري مع صوفيا زكريا. وفؤاد قدير في تنفيذ الركنية وخروج موفق للحارس المتابعة من عدلان ديديورا. عدلان ديديورا أين وهي الضربات الرأسية هذه شفنا شوف الإرتقاء كيفاش يعني طلع وكيفاش رأسية محكمة يسجل هدف. هذه يعني من طبيعته مصطفى. من الجهة اليسرى أصبحنا نسجل ومن الجهة اليمنى أصبحنا نسجل ومن العمق نسجل وهذا سلاح جديد لمحارب الصحراء الذين أصبحوا يبدعون في التسجيل. لن أنساك يا عدلان يا قديورة لأن كرتك أيضا كانت ملمترية كتلك الكرة التي جاءت من قدم عشود في المرحلة الأولى. يا سلام يا سلام يا سلام ثلاثة أهداف مقابل صفر وأي أهداف أي أهداف والأجواء في مدرجات ملعب مصطفى شاكر كبيرة وكبيرة جدا. ستة أهداف في مباراتين متتاليتين رقم اشتقنا إليه كثيرا في سنوات طويلة وطويلة جدا. منتخب تعلق عليه وأنت محترم. نعم الآن عندما يكون الأهداف وهذه وسأقطعك يا مصطفى مرة أخرى لأن الانطلاقة قادمة والرابع كاد أن يأتي من قدم فؤاد قدير. حتى البديل يقدم الإضافة مستحقة لمنتخب جزائري أبدع أمتع أقنع في مباراة مميزة بداية الرحلة نحو المونديال بثلاث نقاط بأربعة أهداف كاملة. وأي أهداف أهداف مميزة أنا في انتظارك يا يوسف يا رزيق. لنا كريم برفقة عبد الرحمن حشود الذي تألق اليوم عبد الرحمن رباعية كاملة وننتظر المونديال.